اللي حتى مي ثمن طلبية عندي في المحل. عم بنات وي لاف يو عمتي وصايب وي لاف يو. نواف نواف نواف. خير خير. شنو هذا؟ هذه منو هذه؟ يعني ما تعرفها؟ هذه ليالي بنت مبارك. هي زين مش حق دازت لك فيديو هي مع صديقاتها؟ مصوره بالشاليه مالي اللي انت بعته ببلاش. انا شو موديها شاليه؟ تسالني انا؟ انت منو بعته؟ انا بايع الواحد اسمه يوسف. لحظه لحظه، انا مصور الشيك اللي موجود عندك هنا راوتي. هذا الشيك باسم يوسف، قهوه موجود عندك. انا مالي شغل بيوسف. انا بعرف ليالي شلون شرت الشاليه، شلون وصل لها. لا وبالفيديو تشكرني وتستفزني انها شرتها برخص، شلون؟ لا لا الو الو. هلا هلا استاذ يوسف. هلا فيك اخوي. انا اسف متصل عليك بالتوقيت المتاخر هذا، بس انا بغيت اعرف الشاليه اللي انت شريته مني صار عليه؟ والله بعته لزبونه وراح لاصحاب النصيب. ليش انت ما كنت شاري لك؟ لا والله يا اخوي انا تاجر اشتري وبيع، وهالشاليه ما يلزمني، عشان كذي بعته.